الحقيقة جزء مهم جدا من المشكلات اللي بتحاول الدولة جاهدة حلها في الفترة الأخيرة خاصة مع الزيادة السكانية هي مشكلة الإسكان. خلال السنوات القليلة الماضية قدرت الدولة بالفعل أنها توفر مساكن بتناسب مختلف الفئات، يعني من أول الإسكان الاجتماعي لحد الإسكان الفاخر. وإحنا من يومين ونتيجة طبعا عدد كبير جدا من التساؤلات الناس اللي بتتفاعل معانا من خلال البرنامج، كان في تساؤلات عن الإسكان الاجتماعي والمشاكل اللي موجودة فيه، وكنا معانا عبر الهاتف المهندسة مي عبد الحميد للإجابة على كل التساؤلات والأطروحات عن هذا الموضوع، وبنتواصل برضو مع كل حد عايز يعرف أي حاجة عن الإسكان الاجتماعي. الحقيقة النهاردة عرفنا أن وزارة الإسكان قامت بأطروحات جديدة مش بس للمصريين داخل البلد، لا كمان المصريين بالخارج، لأن عدد كبير جدا من المصريين عايزين يرجعوا ويبقى لهم يعني مكان موجود داخل مصر أو استثمارات خاصة بالعقارات. فده جزء مهم جدا من الأطروحات واللي بتقوم بيها وزارة الإسكان في الفترة الحالية، لكن كمان من المهم جدا أن الناس تعرف ايه هو اللي هيتم في الفترة القادمة، وايه حقيقة ان في بعض الشقق اللي هتبقى متاحة في شهر مارس ان شاء الله في مدينة الرحاب. خلونا نعرف معلومات اكتر. معانا دلوقتي المتحدث باسم وزارة الاسكان المهندس عمرو خطاب. مساء الخير يا فندم. اهلا استاذة رانيا، اهلا بحضرتك فندم. اهلا بيك. قول لنا كده تفاصيل الاول، في اطروحات جديدة هتتم للمصريين بالخارج من خلال شقق او اراضي؟ بالظبط يا فندم، يعني زي ما حضرتك تفضلتي، هي وزاره الاسكان شغاله في اكثر من محور، من اول محور الاسكان الاجتماعي وتوفير الاسكان المتوسط والاسكان الفاخر، وبالفعل زي ما احنا شغالين على ملفات مهمه جدا بتهم المواطن لمحدودي الدخل، كمان برضو بنوفر اراضي وحاجات سكنيه للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج. فعلى مدار الايام اللي فاتت احنا طرحنا طرحين، يوم الخميس والنهارده صباحا كان يعني مشروع بيت الوطن، حضرتك طبعا تعلمي والمشاهدين يعلموا كويس ان المشروع ده موجه للعاملين في الخارج، اهالينا اللي عايشين بره مصر، وده بيكون طرح بيتد الثمن بالدولار. احنا طرحنا في الطرح الاخير اللي هو رقم 7 اراضي ووحدات سكنيه، ان جالنا اكثر من طلبات في الفتره الاخيره ان احنا محتاجين وحدات سكنيه جاهزه، لو حد مش يعني مش ما عندوش المقدره انه ياخد قطعه ارض ويبنيها، هو عايز وحده سكنيه جاهزه مترتبه، تسليم مفتاح، تسليم فاخر. فوفرنا ده في الاعلان الحالي اللي احنا طرحناه يوم الخميس. فوفرنا يعني اراضي في الشيخ زايد و6 اكتوبر والعبور ودمياط الجديده وبدر والقاهره الجديده والشروق والسادات، ووحدات سكنيه برضه في نفس المدن، وضفنا عليهم مدينه المنصوره الجديده وهي باكوره مدن الدلتا من مدن الجيل الرابع. وبالاضافه ان جالنا اكثر من طلب للتوفير للعاملين بالخارج وحاجات في العاصمه الاداريه الجديده، والحمد لله برضو نزلنا في الاعلان وحاجات سكنيه مشطبه تشطيب فاخر في العاصمه الاداريه الجديده، وخدنا موافقه مجلس الوزراء على ذلك، وعلى اساسه يعني بننزل ان شاء الله، نزلنا التفاصيل على موقع الحجز الالكتروني لمشروع العاملين بالخارج. طيب باشمهندس، الحقيقه ان كان في بعض المشاكل في بيت الوطن تحديدا، يعني هل هي كانت خاصه بالتسليم او تاخير؟ يعني في تاخير كان فيها وكان في بعض المشاكل، احنا عايزين نعرف المشاكل دي اتحلت وازاي. كان حصل فعلا مشاكل في اراضي بيت الوطن في مدينه واحده بس من 8 مدن القاهره الجديده، وان كان اكبر طرح كان 8000 قطعه ارض في بيت الوطن، طرحنا 4 أو 5 اطروحات في مدينه القاهره الجديده. هو كانت المرحله الاولى كانت فيها اشكاليه صعوبه التربه، ومع طبعا كان حصل تحريك سعر الصرف وتحريك سعر الخامات، وده اللي اثر شويه في التاخير، لكن كان الاهم ان هو صعوبه التربه، كنا حابين جدا ان احنا نشتغل على التربه بشكل امن علشان الارض تبقى فعلا جاهزه للانشاء وما تبقاش فيها اي مشكلات. ده اللي اخرنا شويه صغيرين، والحمد لله خلصنا. احنا بنتكلم بشكل يومي دلوقتي، والناس بنت خلاص في المكان ده، والمكان ان شاء الله هيبقى من اجمل الاماكن في مدينه القاهره الجديده ان شاء الله. التأخير اللي حصل ده خلاص تداركناه الحمد لله، والاماكن المطروحه حاليا واللي صدرت في الاعلان بتاعنا في اماكن مميزه جدا، طبعا بنراعي دايما يكون في تميز في القطعه، ويكون المكان مخطط بشكل جيد جدا، ويكون في خدمات موجوده في المكان تخدم القاطنين للمشروع ان شاء الله. طيب لو انا مصري موجود بالخارج، انا هيوصل لي ازاي ان في هنا اطروحات اراضي او اسكان وانا عايز اشارك فيها؟ بيوصل لهم ازاي الاعلانات دي؟ احنا بنعمل اعلانات على كل وسائل الميديا، في التلفزيون وفي الراديو وفي وبنبعت ايميل عن طريق السفارات المصريه في جميع الدول اللي فيها المغتربين ابنائنا المصريين في الخارج، بالاضافه ان في موقع للمشروع الناس كلها عارفاه، موقع بيفتح من بره مصر فقط، يعني اللي بيحب يحجز مشروع بيت الوطن يخش على الموقع ده وبيفتح من بره مصر.
يعني بيحجز عليه حجز الكتروني وبيحط الاكونت بتاعه عليه وبيعمل ايميل عليه وبيجي له عليه رسائل على موبايله الشخصي اللي هو معاه في البلد اللي هو عايش فيها، وبيكون في اكثر وسيله تواصل ما بين الايميل والتليفون. بالاضافه لان احنا في اكثر من منتدى واكثر من معرض عقاري، يمكن 6 معارض عقاريه في الثلاث شهور اللي فاتوا بره مصر في دول الخليج وفي اوروبا، وزاره الاسكان بنفسها كانت ممثله في المعارض وموجوده وبتقابل الجاليات المصريه هناك وبتوريهم مشروعات الوزاره اللي موجوده في كل حته في جمهوريه مصر العربيه، سواء في المدن الجديده او في مشروع بيت الوطن او في اي حاجه يحب المصري يحجز فيها. بالتالي احنا موجودين معاهم هناك في بلادهم، في البلاد اللي هم عايشين فيها، موجودين اونلاين بيقدروا يتصلوا بينا، وعندنا ارقام تليفونات وعندنا موقع الكتروني بيبعت ايميل، بيستقبل ايميل بشكل يومي بيتفاعل معاه. من جهه التفاعل، هل لو في تساؤلات مشاكل برضه بيبقى من خلال الميل ده؟ دايما عندنا الموقع ده مفتوح 24 ساعه وبيتواكب مع كل فروق التوقيت بيننا وبين الدول المجاوره اللي عايش فيها ابنائنا في الخارج، وفي نفس الوقت في فريق عمل متكامل بيرد على التساؤلات باستمرار سواء عن طريق التليفون او عن طريق الايميل. والموقع طبعا عندنا صفحه رسميه لوزاره الاسكان على الفيسبوك، بيجي لنا برضه عليها تساؤلات، بيبقى في فريق عمل متكامل قاعد بيرد على التساؤلات طبقا لفروق التوقيت اللي موجوده في البلاد المختلفه. طيب خلينا بقى نتكلم على داخل مصر، لان في ناس كتير قوي متشوقه تعرف يعني الاطروحات الجديده اللي هتتم في الرحاب دي طبيعتها ايه؟ دي وحدات سكنيه وزاره الاسكان ان شاء الله هتفتح الحجز والتسجيل فيها وبدايه التسجيل الالكتروني يوم 15 مارس 2020 ان شاء الله القادم. هيبدا مرحله التسجيل الالكتروني لحد 238 وحده سكنيه داخل مشروع امتداد الرحاب في منطقه القاهره الجديده. المميز في الطرح ده ان المساحات بتبدا من 92 ل 130 متر مسطح، واسلوب الطرح نفسه فيه تسهيلات في السداد. يعني يقدر المستفيد يقسط المبالغ اللي باقيه، لان هو هيكمل 30% من ثمن الوحده، يقدر يقسط 70% من ثمن الوحده، او يستفيد مبادره التمويل العقاري اللي طرحها البنك المركزي المصري للتقسيط لحد 7 سنوات بفايده تناقصيه. فبالتالي هو عنده اكتر من طريقه، سواء السداد الكاش او السداد بالتقسيط الميسر ودخول مبادره التمويل العقاري اللي بيوسرها البنك المركزي المصري وفقا لشروط طبعا شروط المبادره. هو البنك العقاري يا فندم، معلش عشان برضو ده موضع تساؤلات، يعني اللي هو التمويل العقاري، عفوا التمويل العقاري ده بيتم لمساحات معينه؟ التمويل العقاري هي مبادره يعني اطلقها البنك المركزي لمساحات معينه ولفئه سعريه معينه. فالشروط موجوده، يعني ده متاح للرحاب ومتاح للطرح اللي احنا طرحناه النهارده. طب عايزاك بقى تفهمني برضو، هو اللي هيطرح في الرحاب ده، ده سكن مصر ولا دار مصر ولا ده حاجه تانية خالص؟ ده اسكان يعني مش في محور سكن مصر ودار مصر، هو اسكان داخل مدينه الرحاب. يعني هو منفذ داخل مدينه الرحاب من الحصه العينيه لوزاره الاسكان. فكل فتره وزاره الاسكان بتطرح وحدات سكنيه داخل مدينه الرحاب. زي اللي كان في اللؤلؤه تقريبا. زي اللي كان، يعني زي اللي تم طرحه قبل كده. طيب الميزه بقى ده هيتم تسليمه بسهوله بسرعه ولا برضو لسه يعني شويه؟ لا، هو الميزه يعني طبعا احنا هننزل ان شاء الله كل التفاصيل على الموقع الالكتروني اللي هو لو اقدر اقوله على الهواء مع حضرتك عشان برضو الساده المواطنين اللي بيتفرجوا على البرنامج، www.hdb-reservation.com. ده موقع الكتروني اطلقته وزاره الاسكان من حوالي سنه ونص، نزلنا عليه يمكن حوالي 14 مشروع لحد دلوقتي. بيقدر الحاجز يخش يقرا الكراسه بالكامل من غير اي ما يدفع اي فلوس، ينزل الكراسه هيلاقي التفاصيل بالوحدات بارقامها بالعمارات بالمساحات بكامل الشروط، وهيستلم امتى وسعر المتر كام وسعر التميز كام ان شاء الله خلال ايام. احنا بنجهز الكراسه وبنسعر الوحدات وهننزل ان شاء الله كل التفاصيل. فالتسليم ان شاء الله احنا بنتكلم في حاجات اصلا يعني موجوده وتم انشائها ومتشطبه. التسليم دلوقتي احنا ما بقيناش بنشتغل زي الاول، زي من يمكن من 8 سنين او 10 سنين كنا بنشتغل بناخد المقدمات ونبني وبعد كده نسلم. لا، احنا اوريدي الوحدات مبنيه في مراحل التشطيب النهائيه، مجرد ما بيخلص الاجراءات ويبدا يخش يقدم مبلغ جديد الحجز ويحجز وان شاء الله ربنا يوفق ويستقر عليه ويقع عليه الاختيار في اختيار الوحده، احنا بنتكلم في شهور من 6 شهور لسنه بيكون ان شاء الله مستلم وحدته بالكامل، كامله التشطيب على المفتاح. فاحنا ان شاء الله المواطنين اللي بيسمعوا سيادتك وبيتابعوا حضرتك دلوقتي وكل اللي بيسمعونا يخشوا على موقع hdb-reservation.com باستمرار، هيلاقوا كل مشروعات الوزاره وهيلاقوا المشروع اللي بنتكلم عنه دلوقتي من انت ده حاجه.
هينزل الكراسه من غير ما يعمل اي حاجه ويقراها وياخد وقته وينزل يتفرج على الوحده ويتفرج على المكان ويتفرج على كل حاجه، ولو استقر ان شاء الله ان هو محتاج يحجز وان شاء الله عنده الرغبه يبدا يعمل تسجيل ويبدا يعمل لنفسه حساب ويبدا يعمل لنفسه ويحول مقدم جديه الحجز، وبالتالي يخش على المرحله الثانيه اللي هي اسبقيه الحجز الالكتروني ان شاء الله. ان شاء الله. الشروط بقى هي نفس الشروط اللي كانت موجوده قبل كده، ان هو لازم يكون دي اول مره يستفيد، ويعني الحاجات اللي بتنزلوها كل مره دي هو نفس الشروط اللي كنا بننزلها باستمرار. هو طبعا المشروع مش مدعوم، فبالتالي يقدر ان شاء الله يستفيد في المشروع بسهوله. وفي نفس الوقت طبعا في شروط قانونيه لازم بتتراعى، اللي هي علاقه بالسن والدخل والحاجات دي كلها، بالاضافه لانه لازم لما يستقر ان شاء الله، وانا بناشد كل الساده الحاجزين اللي عندهم رغبه ينزلوا يشوفوا الموقع، ولما يخش ينزل الكراسه ويقراها كويس ويقرا الشروط. يعني ما فيش اي عجله من مطلوبه، يقرا براحته الكراسه عنده على الكمبيوتر بتاعه، مش هيشتريها من مكان، لا هي موجوده بشكل مجاني على الموقع، ينزلها ويقراها وينزل يشوف الموقع وينزل يشوف العمارات اللي موجوده في الكراسه ويستقر تماما قبل ما يبدا يقدم، لان بعد ما هيقدم ويبدا يحول فلوس هيبقى طريقه الغاء الحجز او الغاء او استرجاع الفلوس له شويه شروط موجوده برده على الموقع الالكتروني، لازم يقراها كويس جدا، لان بيبقى في خصومات ماديه، يعني بيبقى في خصومات من الاخر كده وفي رسوم اداريه ما يقدرش يرجعها طبعا. فانا بناشد كل اللي حابب يعمل حاجه زي كده. لو حضرتك بس قلت نقطه مهمه قوي، ده مش مدعوم من وزاره الاسكان؟ طبعا ده مش مدعوم طبعا، ده من المشروعات اللي غير مدعومه، فبالتالي يقدر طبعا عدد كبير جدا من الناس ان شاء الله يقدموا، وان شاء الله بتمنى التوفيق لكل الناس اللي راغبين ان هم يقدموا على مشروع الوحدات السكنيه في مدينه الرحاب. طيب معلش انا عايزه استغل بقى وجود حضرتك معانا دلوقتي في موضوع الميه، لان في بعض الاماكن الميه فيها تبع مرفق المياه، وفي بعض الاماكن الميه فيها تبع وزاره الاسكان اللي هي من خلال المجتمعات العمرانيه زي المدن الجديده، القاهره الجديده وغيرها. تمام. مشاكل الميه بقى كتير، هتتحل امتى؟ يعني هو حضرتك قلتي حاجه برضو عايزه اصححها على اذنك. اتفضل. مشروعات الميه مياه الشرب على مستوى الجمهوريه المسؤوله عنها وزاره الاسكان، سواء قطاع الميه في المحافظات اللي هي الشركه القابضه للنشر والمستشفى الصحي او هيئه المجتمعات. فمشاكل الميه دايما بيكون في تحرك سريع جدا، وبالذات لو حضرتك بتتكلمي على القاهره الجديده، ولا بتتكلمي على ايه؟ على القاهره الجديده. ايوه القاهره الجديده. لا في طبعا اجراءات قويه جدا اتعملت اخر سنتين، وتم دعم المرافق في منطقه القاهره الجديده بتمويل قوي جدا واستثمارات قويه جدا، ويمكن ان شاء الله هتلاقي ردود الافعال الناس هتلاقيها ايجابيه جدا الفتره اللي جايه، لان تم دعم القاهره الجديده بتمويل واستثمارات قويه جدا لدعم شبكه الميه وتحسين الضغوط ومحطه الميه طبعا اللي دخل جديد الخدمه من سنتين، هتحسن جدا طبعا خدمه الميه مياه الشرب. طبعا مدينه القاهره الجديده من المدن اللي عليها اقبال كبير جدا، فبالتالي عليها كثافه سكانيه بدات تزيد، وان شاء الله في تطور هيحصل الفتره الجايه، وهتشوف حضرتك من ردود افعال الناس مع البرنامج مع حضرتك. طب طرق التحصيل، عشان في شركه جديده داخله، فيعني في مشكله في طرق التحصيل. يعني لو في شكوى محدده ممكن حضرتك تبعتيها لنا ونشوف تفاصيلها، مفيش مشكله. يعني لو في حاجه فيها مشكله في التحصيل مع جهاز مدينه القاهره الجديده، انا طبعا تحت امر حضرتك، وابعتوا لي تفاصيلها مع. طب احنا بنناشد المشاهدين لو في اي مشاكل يبقى من خلالنا حضرتك هتحلها، ووزاره الاسكان بتستجيب. لا هو في مشاكل كتير مستجيب بسرعه جدا. حضرتك ابعتوا لنا اي حاجه وانا مع فريق الاعداد تحت امر حضرتك، لو في شكوى محدده مع جهاز القاهره الجديده نتدخل فيها فورا، سواء تجاريه او فنيه او ليها اي علاقه بالمياه الشرب. هايل جدا. المرفق هام جدا، ما بيقدرش احنا يعني ما بيقدرش اي حد خالص يتكاسل في المرفق ده. بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان على هذه الايضاحات، وزي ما قال الباشمهندس لو في اي مشكله خاصه بالاسكان، خاصه بالميه، لان فعلا في مشاكل كتير في الفتره الاخيره، خاصه في مشاكل خاصه بالاسكان، ووصلت تحديدا الى عدد كبير من المسؤولين، فالوزاره على يعني بتستجيب، وممكن من خلال برنامجنا واحنا وصل الوزارة وهتتفضل شاكرة إن شاء الله بتسهيل كل الأمور. موقع العين الإماراتي أبرز عبر حسابه النهاردة على تويتر تظاهرات بالبطاطين في تركيا، ودي كانت احتجاجا على سياسات أردوغان الاقتصادية، ولسه بقى ما هتشوفوا احتجاجات من نوعيات مختلفة جدا، بس المرة دي يعني بالبطاطين، يمكن عشان الجو برد شوية.
في حساب بقى سي ان ان بالعربيه اهتم النهارده على تويتر تحديدا بمجموعه صور ابرزت جمال العماره في مسجد احمد ابن طولون، وهو ثالث اقدم جامع في مصر، وده طبعا من خلال مجموعه كبيره جدا من الصور نشرها المصور المصري هشام توحيد، وقال فيه ان هناك عدد كبير جدا من الصور هي تعد توثيق لهذا المسجد بشكله التاريخي. تعالوا كده نشوف الصور ونرجع نكمل مع حضراتكم. ده جزء من الحضارة الإسلامية الرائعة اللي تتميز بها مصر، ولسه مصر مليانة الحقيقة بالتراث الفخم الجميل. طيب الحقيقة لو رحنا بقى لبعض الأخبار المهمة النهاردة، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف يوضح تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو له خلال 11 عام، وده بيدل على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتتبناها الدولة منذ عام 2016. وقال إن العام الثالث على التوالي بيظل الاقتصاد المصري بيتصدر معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020. وزير النقل كامل الوزير أجرى جولة في محافظة أسوان، وده لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتي أسوان وقنا، وأكد خلال هذه الجولة أن هذه المحاور ستساهم في ربط الطرق الرئيسة شرق وغرب النيل، وبتوفر كمان الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل. وقال أنه تم التخطيط لإنشاء 21 محور جديد، وأنه تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ وافتتاح 7 محاور منها. بكرة إن شاء الله بتطلق وزارة الصحة والسكان حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال. الحملة دي بتستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من عمر يوم لغاية 5 سنوات، والحملة دي بتستمر 4 أيام بدءا من إن شاء الله من بكرة لغاية يعني عدد 4 أيام عدوها بقى كده في جميع المراكز والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وكمان في بعض المدارس بتقوم بتطعيم الأطفال حفاظا على صحتهم، خاصة إن شلل الأطفال طبعا مصر الحمد لله قضت عليه، واحنا في حمله قوميه منذ فتره طويله للقضاء على هذا المرض القاتل واللي طبعا بيشل حركه اطفالنا، فالحمد لله مصر نجحت بالفعل من القضاء عليه، ولسه بتستمر في الحمله القوميه لشل الاطفال. الحمله دي مهمه جدا لاطفالنا، فارجو ان كلنا نروح ونشارك فيها، الاطفال من سن يوم لسن 5 سنوات، بعد 5 سنوات مش بيستفيد قوي من هذا التطعيم. طيب في خبر تاني عن الصين، الحقيقة نائب وزير الخارجية الصيني قال إن عدد حالات الإصابات الجديدة في الصين بيشهد انخفاض مستمر من حوالي 12 يوم، يعني بدأوا الحمد لله يوفروا له يعني أو التطعيم أو الدواء المناسب له. وقال كمان إنه تم شفاء لغاية دلوقتي حوالي 8000 واحد من المصابين بهذا الفيروس اللعين. وقال إن هو بيعرب الحقيقة عن ثقة بلادي في أن وباء فيروس كورونا سينتهي قريبا جدا، وإن تأثيره على الاقتصاد الصيني سيبقى مؤقت ومحدود، لكن الصين إن شاء الله هتقدر تتغلب عليه، والعالم كله عليه أن يعرف إن هو لا تهويل ولا تهوين من أي فيروس. بعد الفاصل في الذكرى رقم 71 لمقتل حسن البنا، هذه الذكرى بتوافق تحديدا 12 فبراير، بيبقى دائما كده هذا الحدث في الأذهان ما بين الحقيقة والشائعة، حقيقة تورط التنظيم الخاص للجماعة في مقتل مؤسسها وهو حسن البنا، والشائعة اللي بتقول أو بيرددها طبعا تنظيم الإخوان المتأسلم بأن الملك فاروق هو وراء مقتل البنا. وما بين الحقيقة والشائعة يبقى البحث مستمرا دائما لكتابة التاريخ كما ينبغي أن يكون. بعد الفاصل نتحدث باستفاضة عن سبب قتل التنظيم لحسن البنا، وهل هو الواقعة الوحيدة في ملف جرائم التنظيم المسلح أم لا؟ طبعا في جرائم عديدة ولسه موجودة لغاية دلوقتي، فدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر هيكون ضيفنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم من جديد. من 3 أيام وتحديدا الأربعاء الماضي كانت ذكرى مقتل حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية،
ودي فكرة الحقيقة لازم نتوقف عندها مرارا وتكرارا، ونرجع كده بالذاكرة للخلف شوية عشان نشوف ازاي حسن البنا أرسى منهج التطرف والعنف كوسيلة لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية قديما، ودلوقتي ازاي جماعة الإخوان الإرهابية بتطبق هذا المنهج الإرهابي بحذافيره بحسب طبعا تعليمات مرشدها الأول. مقتل حسن البنا كان محطة فارقة جدا في عمر الإخوان، من بعده زادت أساليب الجماعة في اتباع منهج المظلومية وتصدير صورة الجماعة المضطهدة في العلن سواء في عهد الرئيسين عبد الناصر أو السادات، في حين أنها كانت في السر بتتعاون مع الاحتلال وبتستهدف مواقع الجيش والشرطة وتستهدف المجتمع بأكمله بموجات من الشائعات والأكاذيب، وكل ده صورة مقررة من الأحداث اللي شفناها من بعد 2013. الحقيقة أن جماعة الإخوان الإرهابية طول عمرها هدفها واحد، ومهما اختلفت الأزمنة هي هي. النهاردة هنروح كده في جولة في أفكار حسن البنا الإرهابية، وإزاي انعكست هذه الأفكار على ممارسات جماعته، وهل اختلف نهج الجماعة قديما وحديثا أم أنه مخطط واحد لا يتغير؟ تفاصيل أكثر اسمحوا لي أرحب طبعا بضيفي دكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، موسوعة كبيرة في هذا المجال. أهلا بحضرتك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. معلش حوادث في الطريق على ذكر بقى حسن البنا فلازم يبقى فيه كده عرقلة. معلش، أهلا بيكي وأهلا وسهلا. من أين نبدأ؟ من اغتيال حسن البنا ولا من 1928؟ من 1928. إذا من تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية 1928. خليني أقول لحضرتك أنه يعني عشان ما حدش يتصور أن احنا يعني بنحتفل بهذه المناسبة. لا احنا بنفكر الناس علشان ده تاريخ ما يعديش أبدا. احنا بنفكر فعلا أو بنألف في تاريخ الجماعة علشان الناس تعرف أنها جماعة كان هدفها السلطة، وإنها جماعة ليها أفكار متطرفة وإرهابية. الجماعة أسست سنة 1928، وطبعا يعني الادعاء بأنها جماعة دعوية فقط هو البداية. يعني البداية إنه دي جماعة بتدعو لإعادة الإسلام إلى سيرته الأولى، ولكن هي استمدت أفكارها من أفكار متطرفة. وبالتالي وهنا على فكرة مسألة مهمة قوي بالنسبة لشبابنا، أي نص في الدنيا من الممكن أنك تقرأه وتكون على يمينه قوي فتبقى متطرف، أو تكون على يسار هذا النص أو برضو تكون متطرف أو تكون معتدل. فأفكار الجماعة من البداية أفكار دموية. ده أنا عايز أقول لحضرتك أنه أفكار إرهابية ودموية، يمكن أقول لحضرتك أنه أبو حسن البنا نفسه ما كتب في جريدة النزير تجدي ان هو يعني الألم بيقطر دم. ويعني انا جبت النص قبل كده بس يعني هقوله باختصار، انه شايف هو انه المجتمع منحرف وانه الشباب منحرفين وانه لازم نقوم هذا الشباب. عظيم جدا. هو بيقول لشباب الجماعة انزلوا إلى الشارع، اللي تجدوه من الشباب يعني ممكن تقويمه جرعوه الدواء. وجرعوه الدواء هنا ده فعل عنيف أصلا طبعا. يعني مش مسألة إن اديله دواء أو ارشدوه أو ساعدوه ادوله علموه مبادئ وقيم الإسلام الوسطية، لا، جرعوه الدواء يعني بالعنف. طيب إذا يعني لم يستجب كان حالته ميؤوسة منها، هنا بقى ده يبقى إيه؟ ابتروه بتر. وأعتقد أنه من البداية كده لما يبقى فيه بتر ولما يبقى فيه تفسير للقرآن تفسير يعني عنف عنيف بالشكل ده، وده مش موجود أبدا في النصوص القرآنية مثل هذا العنف. أكيد. يعني لكم دينكم ولي دين، وفي كلام كتير أو ممكن يتقال هنا، لكن أنت عملت نفسك مصلح وأنت أصلا أسستك جماعة، أسستك دولة الاحتلال علشان تحطك كبديل. يعني هو أول تمويل خده حسن البنا خده من قناة السويس، خده من دولة الاحتلال، شركة قناة السويس. طب قبل ما نوصل للناحية دي، لأن هو دايما لما بيتكتب في تاريخ حسن البنا بيقال إن هو كان الهدف الأساسي بناء، هو كان دايما بيقولها كده، بناء فرد مسلم ثم عائلة مسلمة ثم مجتمع مسلم ثم دولة مسلمة ثم الخلافة ثم العالم أجمع. حلو قوي. حلو.
هو ده فكره لكنه لم يصل له، فيتحايل يتحايل ويتحالف مع الأعداء حتى يصل إلى هدفه، ولكنه في الآخر اغتيل بيده بيد من صنعهم. تمام. أنا عايز أقول لك اغتيال ولا مقتل؟ نقول لا، هم قتلوه. التاريخ برضه قتلوه كويس. لا لا، احنا نكتب يعني في التاريخ نكتب اغتيال حسن البنا، اغتيال حسن البنا ولا نكتب على مقتل حسن البنا؟ اغتيال أشد شوية لأنه بيلعب سياسة، فهو اغتيال سياسي. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة لطيفة قوي. منهم فيهم يعني هم نفسهم ومبكرا بينتقدوا بقى الكلام اللي حضرتك قلتيه ده، مش اللي انت قلتيه، اللي حسن البنا قاله. فهو جماعة دعوية كويس قوي. لكن لما واحد من الجماعة بيسائل حسن البنا تحدث أول فتنة في تاريخ الجماعة. هو بيسأله، وطبعا المؤرخ المعتمد بتاع جماعة الإخوان المسلمين هو اللي كاتب الكلام ده وبيقول إن دي أول فتنة، بس هو بقى بيفسرها بطريقته إن هي يعني فتنة بين ملائكة، يعني فتنة من أجل الإسلام كده. لكن هذا العضو من أعضاء الجماعة اسمه أحمد رفعت على ما أظن، أو محمد رفعت، طبعا التاكسي والدوشه اللي انا جاي منها دي هتلخبط كتير. لا معلش انا معاك، فركزي معايا. بيساله بيقول له ما انا عايزه يعني استفسر منك، بيواجه حسن البنا، انت قلت ان احنا عايزين يعني ننشر القيم الاسلاميه ويعني نعمل توعيه للشباب، وقلت لنا انه انزلوا الشارع اوعظوا المتبرجات، ما عملناش حاجه، او انت ما اديتناش. ما هو التاني برضه عنيف، هو كمان ما هو عضو في الجماعه يعني كادر يعني فانت احنا ما عملناش حاجه. انت لو كنت قلت لنا، شوفي بقى اسلوب تغيير الفسق والمجون اللي هم تصوروا يعني، او هم بيتكلموا عنه على انه فسق ومجون، واحنا بنتكلم في مجتمع كان الليبرالية منتشرة في العالم كله، وفي الوقت ده في حرية واللي يلبس يلبس. فهو بيقول له انت لو كنت قلت لنا احنا كنا جبنا الحبر الشيني، والحبر الشيني ده نوع من انواع الحبر زمان لما يجي على ضوء ما بيطلعش، كنا جبنا الحبر الشيني ونزلنا الشارع ولطخنا بيه السيدات، وبالتالي مش هيعملوا كده تاني. انت ما امرتناش بكده، امال فين بقى مسألة تغيير الـ 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 الأخلاق بتاع الستات الفاجرات دول؟ أدي مواجهة. الحاجة التانية هو بيواجهه مواجهة عنيفة جدا على فكرة، بيقول له أنت عملت الجوالة اللي هو التنظيم السري، التنظيم المسلح، وقلت لنا إن إحنا هنحارب اليهود، إحنا ما عملت كدس أسلحة في المقطم وما اديتناش أوامر إن إحنا نحارب اليهود، أمال أنت الأسلحة دي كلها بتخزنها ليه؟ والتنظيم ده السري ده اتعمل ليه؟ بيقول له حاجة تالتة، ان انت بتقول ان احنا ان الملك وهتعادي الملك، انت بتبوس ايد الملك. ففين افكارك دي من ارض الواقع؟ دي اول ازمة. فانت عارف عملوا فيه ايه؟ هنستخدم التعبير اللي جننوه. يعني هم قتلوه بان هم اضطروا ان هو يعاني من الوحده. كل ما قالوا ادوا تعليمات، يعني لما يدخل مكتب الارشاد ما حدش يرد عليه السلام، ابعدوه بعيد خالص عنكم. بس هو ما حصلش بقى كده، ما حصلش ان هو توحد وانفرد في الاول على طول، لا ده هو بدات تجيله هلاوس. هو كمان وادعى انه النبي بيجيله وانه بيعزم النبي وبياكله، وبعدين النبي يقول له قوم يلا صلي بينا انت بقى. فجات له حاله من حاله الارتباك والهلوسه، وانتهى الامر بيه ان هو طلع على القدس ومات هنا. انت هنا بس بدون دخول بقى في تفاصيل عشان ما نزعجش المشاهد، طب ما هي دي المبادئ اللي انت بتتكلم عنها، واحد من الجماعه نفسه بينتقدك بيقول لك انت ما نفذتش هذه المبادئ. اخطر ما في الانتقاد انت بتجمع هذه الاسلحه وبتدربنا في المقطم على فك وتركيب المسدس واطلاق النار على مين؟ مين الاعداء اللي انت يعني بتخطط ان احنا ما رحناش القدس ولا حررنا القدس ولا اي حاجه؟
عايز اقول لحضرتك بس هم وصلوا هناك، هم كان لهم لا ده في 48 بقى، دي ده موضوع تاني وليس ما انا بكل بقى عايزاك توصل للجريده دي، احكي الجريده اللي هم كانت الزراعه بتاعهم عشان يتوسعوا ويوصلوا لفروع في دول. اقول لحضرتك طبعا هم لان حضرتك قلتي ان هم مش جماعه بتسعى للخلافه ولذلك مبكرا، ودي مساله برضو عشان كده كنا بنسمع موضوع ده في الفتره السوداء اللي احنا مرينا فيها. طبعا السنه السوداء دي رجعت لنا تاني الموضوع ده. وعلى فكره هي مساله وهميه ومساله يعني ما ليس وراها نص في القران، وحتى يعني في زمن الخلافه كان عندنا في فتره في ثلاث خلافات، يعني الخلافة الأموية في الأندلس والخلافة العباسية والخلافة الفاطمية في مصر. وعمر المسلمين ما توحدوا، هذه مسألة صعبة بتقف أمامها عقبات كثيرة جدا. فلكن هو بيلبس ثوب الخلافة على أساس أن يبقى خليفة 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 الرسول عليه الصلاة والسلام كده يعني. لكن هم ليهم أغراضهم الأخرى يعني. عايز أقول لحضرتك أنه هم متأسلمين مبكرا يعني، هم بيدعوا الإسلام ولكنهم لا يطبقون أحكام الإسلام بصورة حقيقية. طبعا ده 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 انت لو بحثتي عن مخازيهم وعن ما ارتكبوه من افعال لا تليق ابدا بحد، بس هم القيادات عارفه، لكن للاسف الناس اللي هي بيتم بقى جذبهم لهذا التنظيم حلو يعرفوش. حلو تعبير جذبهم ده يعني انا هاخد من حضرتك تعبير جذبهم. كان حسد البنا يمتلك، عشان ما الناس تسال وانتشرت ليه بسرعه، كان بيمتلك سحر فيما يتعلق بخطبه، وكان ناجح جدا في ان هو كداعيه، وهم يسموه داعيه، كان ناجح في انه يوصل الافكار البسيطه، الافكار الاسلاميه البسيطه يوصلها للناس، افكار الدين يوصلها. لكن وراء هذا في بقى هدف آخر. اهداف اخرى ومن وثائقهم هم ممكن نستشفها. عايز بس إجابة على سؤال حضرتك الثاني، من بدري قوي عشان هم حركة دعت إنها هتعمل خلافة وتبقى عالمية، بدأوا يخرجوا خارج مصر. ويمكن كتاب إسحاق موسى الحسيني اللي بيتكلم عن الجماعة ككبرى الحركات الإسلامية هو عنوانه كده، بيرصد إزاي إن هم بدأوا يخترقوا دول كثيرة جدا ويأسسوا فيها يعني خلايا ليهم، ويأسسوا فروع للجماعة، وفي دول مش دول عربية بس، ده كمان دول غربية، ودول ودول غربية ودول في آسيا. وهنا الاختراق ده ثبت بقى من دراسات ومن وثائق أخرى أنه كانت بتموله المخابرات العالمية لخدمة أغراضها، ودي خطورة الجماعة. ده المثلث اللي حضرتك أشرت عليه في أحد كتبك اللي هو مثلث القاعدة الإخوان أمريكا؟ تمام. يعني ما هم الأول بريطانيا، بعد كده بتيجي الولايات المتحدة الأمريكية وبتشتغل على طيب أنا عايز خليك تريح شوية ونشوف نتوقف مع يعني أبرز ما قاله حسن البنا، مقالاته اللي هي اللي هي فيها يعني مغلفة بالحرير تمام، لكن هي بتحمل معاني. أنا عارف إن وقت قاسية. البرنامج ده أنا ده وإلا كنت حكيت لك. نتوقف طبعا مع هذه المقولات ونرجع ماشي. نكمل مع حضرتكم. Thank you.
طبعا المشاهد اللي شفناها دلوقتي او ابرز المقولات الخاصه بحسن البنا، من الواضح جدا ان هو كان بيستهدف المسؤولين، ولو هم ما كانوش معاه كان هيبقى ضدهم، يعني هو كان بيقولها لهم كده يعني بصوره فجه. هي صراحه وعلى ارض الواقع اسوء. تمام. يعني ما مارسته الجماعه على كان أرض. بيصلي يا فندم، يقال ان هو كان بيصلي مع الشرطه والجيش ومعاهم. مش السياسه لعبه خزر، ما دي سياسة. صحيح. بس خليني أقول لحضرتك أنه مبكرا جدا لما نزل العمل السياسي بعد ما بدأ يبقى له أتباع في كل مكان، ونزل بعد 10 سنين 1938 إلى الساحة السياسية، زي بقى ما هو قال كده، مش يختصم الخصوم بس اللي هم الحكومة بس، أو يستهدف هدم الدولة، ويختصم كل القوى السياسية اللي موجودة في هذا الوقت. ويختصمهم مش خصومة عادية، لا، بيحرض شبابه المسلحين بأن هم يتتبعوا الوفديين ويضربوهم. لو في مجموعة من شباب الوفديين قاعدين على مقهى، بتدخل جماعة من التنظيم من الإخوان المسلمين وتدخل على المقهى وتضربهم. طبعا فيها حوادث كتيره جدا. لو في مش بس الوفديين، لو في حد من المنتمين لمصر الفتاه اخذوا شباب مصر الفتاه، عمل معامله ارهابيه عنيفه جدا، وكم واحد من شباب هذه الجماعه. اي قوه سياسيه كانت بتعمل في الشارع السياسي المصري وقتئذ اختصمها حسن البنا وضربها، عشان هو يكون القوى السياسية الأوحد. تمام. وطبعا هذا العمل متوازي مع عملية تجنيد أعضاء جدد والتنظيم الخاص أو النظام الخاص اللي هو بدأ جوالة. وبعدين هم كانوا مجندين بعض ضباط الجيش فعلا؟ أنا مش عايز أوصل لحكاية تسللهم للجيش ده. أنا عايز أقول لحضرتك، كنت جايب لك وثيقة مهمة للأسف بقى مش هنلحق نعرضها، لكن أنا هقول جرأة عبد الرحمن عمار ده اللي هو وكيل وزارة الداخلية، لما رفع لرئيس الوزراء النقراشي باشا انه هذه الجماعة جماعة خطيرة ولا بد من حلها، ما رفعش كده كلام، رفع بوثائق الجرائم التي ارتكبتها الجماعة بين سنة 46 و47 و48. وحضرتك لو تتبعتي نماذج بس معايا كده لهذه الجرائم، هتفكرك باللي حصل 2011. وانا هقرا لحضرتك يعني بسرعه، طبعا هقرا لك انه هو عبد الرحمن عمار في المذكره اللي رفعها لرئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي. النقراشي بعدها بعد المذكره المطوله دي اصدر قرار رقم 63 في 8 من ديسمبر 48 بحل الجماعه. شوفي حضرتك بقى بعد الحد الحل الاول. وخلي بالك بقى الحل الاول، خلي بالك الحل نفسه نصه بيقول ايه، والنص العنيف ده لان الجماعه ارتكبت كل هذا العنف. فبيقول ايه القرار رئيس مجلس الوزراء؟ بيقول تحل الجماعه وكل الشعب اينما وجدت هذه الشعب، وتغلق جميع الاماكن المخصصه لنشاطها، وتضبط جميع الاوراق والوثائق الخاصه بها والسجلات، كل الأشياء المملوكة للجماعة، الأموال، المطبوعات، كله يتم مصادرته. في وثيقة قابلتني كده غريبة قوي ونادرة. التاريخ بيكرر 48 نفسه. التاريخ بيكرر نفسه. هو ما بيكررش نفسه بنفس الأشخاص، لكن المقدمات بتجيب نفس النتائج. لا، ده أنا هفاجئ حضرتك بقى بأسلوبهم. وأنا من الناس اللي كتبوا لما الإخوان طلعوا للسلطة، قلت على الإخوان ألا يجتروا أسلوبهم القديم. انت عارفه ان هم رفعوا عليا قضيه بعد كده، بس هم كان الناس متوقعه ان هم هيرجعوا لاسلوبهم القديم. هو في حد يطول لا، في ناس متعاطفه للاسف، ناس وصلت للسلطه، المفروض ان انتم تحاولوا تغيروا اسلوبكم الدموي، لكن هم كتبوا تاريخهم من البدايه بمداد من دم الحقيقه. تعالي حضرتك شوفي الوثيقه دي بتقول ايه. سنه عام 46 وحده 5 جرائم كبرى ارتكبها فريق الجوال، وهو جاي بقى ارقام القضايا، قضيه سنه 679 لسنه 47 46 و767 قسم عابدين، قسم تاني بورسعيد، جريمه بمدينه الاسماعيليه، القاء قنابل بالقاهره، اشتباك مع رجال البوليس، اعتداء على قسم الخليفه،
تابعي بقى معايا يا استاذه رانيا كده هتلاقي هو ده الكلام اللي حصل بعد كده. يعني اعتداء على قسم الخليفه، اعتداء على مامور القسم، مجموعه جرائم كبرى. هي نفس الجرائم اللي اتكررت بعد كده. شوفي 47 قنبله على فندق الملك جورج بيصاب ب 10، اسلحه ناريه تضبط بجبل مقطم سنه 48، كميه جرائم ذكرها عبد الرحمن عمار مش بس في القاهره. شوفي كوما بالنور، مركز ميت غمر، مش عارف في الإسماعيلية، كفر البرامون، كفر بداوة، وقتل وشروع في قتل وإحراق. احنا شفنا لما طلعوا فوق، قصدي حضرتك ان السياسة واحدة بس الأساليب مختلفة. العنف هو العنف. لا لما طلعوا فوق الأساليب بقى أحدث شوية. لما طلعوا فوق سطح كلية صيدلة جامعة القاهرة، هنا طالعين فوق سطح كلية الطب، وبرضه ضربوا البوليس والشرطة ورموهم أرهبوا رجال القضاء، وإحنا شفنا بعينينا موقفهم من رجال القضاء. وطبعا تم محاصرة الدستورية لا تم اغتيال القاضي أحمد الخزندار مثلا. إرهاب جامعة أنا بطبق على اللي حصل بعد كده. إرهاب جامعة فؤاد، في جامعة فؤاد الأول، قنابل على رجال الشرطة، أحجار، أخشاب، صعدوا فوق الأسطح، أشعلوا النيران. ضحية العنف ده راح ضحيته حكم دار بوليس العاصمة، وبرضه في الأحداث دي ضاح راح حد كبير من بتوع الشرطة اللي كانوا بيحموا جامعة القاهرة. الخط ده أو السياق ده مستمر مع تاريخ الجماعة لغاية 2011. عشان انت عايزه تربطي طبعا الخط ده بيوضح لنا. اتمنى ان يكون 2011 فقط. لا لا يعني ما هو ده سؤال بقى مهم، انه يعني هل عبد الناصر بعد الرصاصات المنشيه قدر ان هو يقضي على الجماعه؟ ما هو ده سؤال مهم، والا طلعوا لنا ثاني. لا وازاي نقضي؟ يعني ايه الاسلحه اللي ممكن نقضي بيها على الجماعه؟ ازاي؟ ايه بقى الاسلحه صحيح؟ خليني اقول لحضرتك بقى الاول انه لا بتنط على حاجات مهمه يا دكتور. ما هو انا خايف من الوقت، ما هو انتوا جايبيني متاخر انت المفروض تجيبيني حلقه. ما حضرتك موسوعه. لا شوف حضرتك لما بعد اغتيال حسن البنا الجماعه طبعا حصرت نتيجه لهذا القرار الحل الاول، فدخلوا نزلوا بقى خلايا خمل. وانت سالتيني من شويه، هم صحيح دخلوا واخترقوا الجيش، القوى السياسيه كلها قبل 1952 راهنت على الضباط الوطنيين. كل القوى السياسيه حتى الوفد كان في ضباط انتموا للوفد. وهم ليه الضباط اشتغلوا سياسه في الوقت ده؟ اشتغلوا سياسه لان الدوله مهدده بالسقوط. والجيش المصري الوطني العظيم ما بيدخلش ويخرج عن الحدود ويلعب دور داخل الحدود الا اذا كانت الدوله مهدده بالفشل والسقوط. وده احنا شفناه سنة 52، لأن القوى السياسية كلها والقوى الاجتماعية لم تكن قادرة على مواجهة الملك ولا مواجهة دبابات الاحتلال. القوى السياسية اللي موجودة في الشارع مش مسلحة ولا تمتلك القوة ولا تمتلك النظام حتى. صحيح ممكن نستثني الجماعة، لكن الجماعة اتعودت إن هي ما تبادرش، إن هي تركب الموجة. لذلك وجدوا إنه الجيش والضباط الوطنيين اللي دخلوا الجيش بعد 1936 هم دول اللي ممكن ينقذوا البلد من الاحتلال، وهم يركبوا بقى الثورة اللي هتتولد دي عشان يوصلوا هم للسلطة. وعلشان كده وجدنا ان هم بدأوا يخترقوا من الجيش، ما هم محتاجين ايضا لقوة، يعني هم معاهم اسلحة لكن عايزين يجندوا الجيش، لانه الملك كان دايما بيخطب ويقول جيش ابائي واجدادي. الضباط الوطنيين بعد 36 اخذوا قرار ان هم ما يتعرضوش لاي مظاهره، لكن دخل الجيش شيوعيين واخوان مسلمين ومصر الفتاه، وتم تجنيد ضباط وجنود، ضباط صف وجنود من الافرع المختلفه للقوات المسلحه، لغايه ما عبد الناصر انتبه للمساله. التجنيد ده يا فندم كان له دور في النكسات اللي احنا مرينا بيها من بعد كده؟ لا انا ولا احنا كنا واعيين في الفتره دي؟ لا لا لا، هو عبد الناصر نقل الجيش بسرعه وخد قرار انه الثوره اللي هتقوم هتكون ثوره وطنيه غير مرتبطه باي قوه سياسيه مدنيه. وده اللي يمكن يبرر لحضرتك ان هو خبر القوه السياسيه ودرس القوه السياسيه المدنيه وقال انا مش هتعاون مع حد، دي هتبقى تحرك من الضباط الوطنيين
ويبقوا الضباط بس هم اللي يخرجوا يلعبوا هذا الدور، وهم يمتلكوا السلاح ويمتلكوا التنظيم، عشان كده تنفجر ثوره يوليو. خليني ما اروحش لثوره يوليو خالص، خليني اشوف قبل ما اسيب الحته دي عشان الجريده دي جزء مهم جدا في انتشار الجماعه عبر العالم اجمع. هل البديل لها حاليا هو اللجان الالكترونيه ولا؟ طبعا هم الجريده بتاعتهم، وحتى كمان انت فكرتيني، الجريده طبعا كانت بتنشر افكارهم وظلت لغايه ما يبقى اذا هم دلوقتي لهم سلاح جديد هو اللجان الالكترونيه والانترنت بقى ووسائل التواصل الاجتماعي لاختراق عقول شباب لسه وعلى مستوى العالم. يبقى تمام، لتغيير الخريطه الذهنيه للشباب، ليس فقط ما هو العالم ده، ما هو كانوا بيشتغلوا مع العالم. تمام. ما هو باكستان كان فيها فرع، وافغانستان كان فيها فرع، وامريكا كان فيها حد، والمانيا كان فيها مجموعه راحت منهم سعيد رمضان، انا مش عايز اقول اسماء كتير، لكن كان، والسودان كان فيها، وغزه كان فيها اكثر من فرع، غزه بالذات غزه كانوا حاطين فيها اكثر من فرع للجماعه. ما هو ده اللي خلى الناس تربط ما بين حماس طبعاً وبين يعني ما بين الاخوان يعني. الجريده وسيله ووسيله مهمه جدا، تفكرتيني مش الجريده اللي هي المشهوره بتاعتهم بس، لا ده لما دخلوا السجن. احنا فاضل لنا دقيقه على الهواء، فعايزين للاسف الشديد اصور عشان الموضوع مهم يعني. ده انت تجيبيني، ده انا كنت لسه. لا ده لازم نجيب حضرتك. لما دخلوا السجن، ما دام بتتكلمي عن الجريده والجرائد الالكترونيه بتاعتهم، لما دخلوا السجن عملوا جريده ثانيه بالبلوزه اسمها البشرى. بتطبع يبقى دي احد الاساليب وكتب فيها برضه وسائل مهمه اللي احنا لازم نحاربهم من خلالها، اللي هي الوسائل اللي هم بيستخدموها دي في جذب الانتباه، نشر الشائعات واللعب بالدين. تمام. ما هو هنا اللعب بالدين هنا بيجند الشباب وبيجند الاطفال الصغيرين في المساجد، لانه وده مساله بريئه جدا. وفي حد يطول انه يقول له تعالى عشان خاطر عايز اعلمك اسلام احسن وتصلي، بيلعب بالدين. بعد كده بيدخله بقى في سكه الايه، سكه الارهاب وسكه ضرب الخصوم، وعندهم بقى مساله محتاجه لشرح، ازاي بيرتقوا بالشاب درجات لغايه ما يبقى يوصل لان هو يحط ديناميت على وسطه ويطلع ينسف الخصوم اللي هم قالوا دول كفرة، علماني وكافر ومرتد. ده بيوصفوا مين؟ بيوصفوا قياداتنا ورموزنا كلهم. هل دلوقتي نقدر نقول ان احنا الاختراقات دي قلت على الاقل داخل مصر؟ الجماعات اللي عبر التاريخ اللي تلاشت زي جماعة الإخوان المسلمين تلاشت نتيجة ل التطوير والتحديث. يعني لما يحدث تطوير وتحديث وتنميه، وده اللي فسر لك انه زمن عبد الناصر لما حدثت هذه المشاريع القوميه، هم طب انتوا هتعملوا ايه يعني، بتطلبوا بايه؟ ما هو عمال يعمل الانجازات دي كلها، وده الحل الوحيد على فكره. لما يكون المجتمع صاعد والقيم مصاعده بتتراجع الافكار. وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، ده اكيد اللي احنا بنعمله دلوقتي. الحمد لله. لكن في وسائل اخرى لازم تتبع كمان. جيبيني حلقه ثانيه لازم وابعتي لي عربيه في وقت مناسب. على الهوا كده. على الهوا، معلش. بشكرك شكرا جزيلا. تحياتي ليكي وسعيد جدا. دكتور جمال شقرا، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعه عين شمس، نورتنا. سيحة حضرتك موسوعه فمحتاج فعلا وقت طويل جدا. نورتنا جدا وبشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لنا. بشكركم مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهارده. اعود والقاكم ان شاء الله الخميس القادم، خميس وجمعه وسبت السادسه مساء في منشط جديد مع رانيا هاشم. الى اللقاء. We'll be right back.